والرياء يتعلق بحاسة البصر من الرؤية، ولا يعني أن ما يتعلق بحاسة السمع لا يدخل فيه، بل إنما يكون من العبادات التي يطلع عليها بحاسة السمع تكون من الرياء، وهو ما يسمى بالسمعة. وإذا بعض العلماء لا يفرق بينهما، يقول الرياء هو السمعة والسمعة هي الرياء، ولكن الصحيح أن هناك تفريقا بينهما من حيث المعنى، أما من حيث الحكم فهما سواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فتزيين العمل المدرك بحاسة البصر يكون رياء، وتحسين العمل المدرك بحاسة السمع كالتسبيح مثلا يكون سمعة. وقال ابن عبد السلام: الرياء هو إظهار العمل لطلب ثناء الناس، وأما السمعة أن يعمل لله في سره ثم يخبر به الناس بعد ذلك مراءة وثناء وحبا للثناء.